ربط دوارتها غشت بالماء الصالح للشرب. الذاكرة المغربية في الجنوب الشرقي مرجع لحفظ التاريخ والهوية الأمازيغية المغربية، وهي في حاجة إلى أحسن توظيف واستغلال من مسؤولياتنا الثقافية والتنموية المساهمة في الكشف عنها وعن الأثر الإيجابي للتنوع الثقافي والمحافظة على التراث في التنمية المستدامة. وإنه ليس من سبيل الصدفة أن تستضيف جماعة أنف هذا الأنس الثقافي البهيج، إنما هو وليد أهمية موقعها الجغرافي والثقافي بمنطقة الجنوب الشرقي، حيث تعتبر بحق منطقة التراث المتفرد بالفن الإنساني والمتميز بطابعه التراثي الأصيل. تلكم حضرات السيدات والسادة منطقة أنيف. أيها الحضور الكريم، لقد أصبح الاهتمام بالتراث في صميم رسالات المؤسسات الثقافية والبيئية المحلية والإقليمية والدولية، على اعتبار أن التراث الحضاري هو سجل العلاقة البشرية بالعالم وربطه بالإنجازات والاكتشافات الماضية. وقد تأكد للمؤسسات أن هناك أخطار تهدد اليوم قسما هاما من هذا التراث في البلدان النامية لأسباب عديدة، منها عملية التحديث والتنمية وعدم إيلاء ميدان صيانة التراث ما يستحقه من عناية ويستوجبه من مواجهة هذه المعيقات. وجب تضاعف جهود الجميع من مجالس منتخبة والسلطات المحلية وفعالية المجتمع المدني، مما سيساهم لا محالة في تنمية منطقة النيل، وذلك من خلال البحث الجاد عن الحلول الناجعة والتي يمكن تلخيصها في إحياء الفرشة الباطنية بواسطة بناء سدود تلية باطنية وسطحية، وخلق جو مشجع للاستثمار للنهوض بمنطقة في شتى الميادين. تعتبر المبادرة الفكرية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بتاريخ 12 مايو 2005 رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتجربة رائدة يحتذى بها على الصعيد الإفريقي والعالمي في مجال التنمية البشرية. تنبني المبادرة الوطنية البشرية على خمسة أسس، وهي أولاً الكرامة، الثقة، المشاركة، الاستمرارية، والحكامة الجيدة. الجنوب الشرقي تاريخ وذاكرة. والمغرب تأثر أو عمل ببعض توصيات المؤتمر في الدار، من ذلك بدأ الاعتناء بالحقوق الثقافية نسبيا. المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أصدر التعدد الثقافي الفصل 5 من الدستور عن المجتمع المتعدد الآن. التصاتير السابقة تعترف بكون المغرب دولة عربية إسلامية موحدة إلى غير ذلك. تأثير النظرية الاستيعابية لاسيميلاسيون. الآن نحن دولة متعددة لغويا وثقافيا الفصل 5 من الدستور. سكريتو نتخاليم ويسبولان يسرو كريتو نتخاليم ويسبولان أنايا مزير إصفاء غار ويسبولان زير دي سنسيتنا إلى نايل تظهر. وحول للترجمة الطوبي تأخوان استخبريها وصرب، هذا راه ماشي شعر، وحاول فقط الطوبي تأخوان استخبريها وصرب. لقد رأيت المقر صافيا فظننته وصرب، وإذا بتلاميم الحداد عليه قد ظهرت. يحكي الشاعر أو الشاعرة عن فداحة الخسائر في الأرواح التي تكبدها المجاهدون من أيت الغازي إلى النيف. بالمناسبة أيت الغازي هم يسكنون منطقة السمع عندنا هنا، وحملوا هذا الاسم الغازي، هذا الاسم ديال الغازي له دلالته الكبرى في هذه المعركة، حيث استشهد منهم عدد كبير، ويدل على ذلك كثرة لباس الحداد حتى أن يطوا خلتها
شكرا لجمعياتكم ديما وكنشكرهم على هذا الاهتمام على الموضوع اللي هو موضوع هذا اللقاء في المهرجان وهو الحفاظ على التراث في الجنوب الشرقي او احياء التراث. فهذه بادره لاول مره مهرجان ديال الاهلي. اولا كنشكرهم بعد على الوقت اللي عطوني باش يمشي ليا داو النيغاس اللي راه قالت الياس اللي نران وجدها فيها قيل ما تيريا التسين بالشعر ماشي داكا. الله يجازيكم بخير في التسينات الشعر ماشي داكا. السلي نكتب ونقول اللي في يدها يا ولني يا ولو اللي في حلا غوري يا ولو اللي في حلا يا غول الراي مازال في عجبي اويت حدا تهمونا تهم شده بنفوس دي ضوزان إهام نغمتنا هو يا رب نغبتنا آدم جاتي قلي ونوع الرامة اللي قلت لي في سوليان آتي الله وسكري دبو فقوس آتي الله وزيزا ود المجهول إيها سايري هانتا حموتا ويتي قلي وتايديا يا صديقي يا المهدي وين رايح وين تجي وش الطريق الزاوية الزاوية ميمونة ميمونة تسمع والسما تقطر بلو كورجي كيزون 10 دقائق راه بكلش راه دابا سيدي بغا يهبطوني انا اليوم هادشي بحال واش عارفو بلي ما تقوليش هاد المدينة راه مطورة راه ما كاين لا مدينة لا والو تا هنا لا خلي صحاب سلام تسخون على اي تنين الإذاعات هذه إذاعة رقم واحد مسحة صلعة مهارية كاب تفقوا عليك مسحة بلا أحب أحلو بالو اسمي محل طارة شوف رونالدو يا عمل عامل لقطات يوزع في الأول والثاني بالثالث شوي
ça les entretient. Dan, 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 golo, golo. Je suis propre, je suis saint, golo. زنو أميمة بمعدل 17.38 يسلم الجائزة مؤسسة الأستاذ المدير مؤسسة أحمد ولتفضل بكالوريا علوم الغازي وردة يسلم الجائزة حداوي مجيد صفيقات على وردة أخويا فليتفضل مشكورا وينوب عنه محمد أخويا علي محمد أخويا علي ينوب عن علي أخويا يشرفني أن أعلن لكم عن مدى فخري والاعتزاز والفرح الذي شعرت به عندما تلقيت الدعوة الكريمة لحضور مراسم هذه المناسبة الغالية التي ستبقى فرصة قوية خالدة في ذاكرتي ومحطة تاريخية لأواصر أعطي كلمة للأستاذ يوسف أسطف بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لإلقاء الكلمة Oh, God, I'm
توبا ذي كوربين تكايا تمتار تقبور نكوسان تسوتوين خفتياضة أنا راتي غراتي دو فوشنون تمتارت نسلان نودغار نيدبان غدي دبان غزمان سوكاين دي سبنين دي جلوباي يقذورنا يقذيمنا دانا حيدوس ترابوت نو حيدوس ذاتاغ سيزلانا نيتواينا تسعين الفراوي حتى المغرب الحرف التقليدية البطوات ويدرنا نتولي كله